مواقف حلوه زمان يا كابتن حمدي دايما بتجمعكم كده وحتى في المباريات؟ ايه موضوع حمامه؟ حمامه لعيب نادي الزمالك. بيلعب الزمالك في الماتش الاهلي والزمالك، وحمامه جاي جديد عند في الزمالك وكان بيلعب في البلاستيك. فجاء فلقينا والماتش شغال. يا حسن ما بقول لك يا كابتن حسن. بيقول له ايه مالك؟ قال له الحق يا ابو رجل هيغيرني، بيسخن محمد سعيد. قال له طب اعمل لك ايه؟ قال له يا عم يعني ايه؟ انا كل مره العب ربع ثمن ثلث، انا بلعب عند كبابجي. لا حمامه ده حكايه. كان لعيب حكايه. مش مره بنلعب واحنا في المنتخب كنا بنلعب تصفيات نيجيريا بتاع كاس العالم. وبيلعب ف اسمه ايه الراجل الكبير ده بتاع النادي بتاع مصر ده؟ كابتن جندي؟ كابتن جندي. فكابتن كان في لعيب اسمه سعد سليط. طبعا بتاع المنصوره. فجاي بقى يغيره. وحمامه هو اللي هيخرج، سعد سليط هيخرج ولعيب تاني هينزل. فراح لقيتك سعد سليط بيقول له ايه؟ كابتن فوره من سته، لسه اربعه. انا مش صدقني. هيدوكوتي كان مدرب كبير يا كابتن حمدي. حضرته من اول ما لعبت. اول ما لعبت ما هو اللي طلعك طبعا. هو اللي طلعك. هو اللي قال لي اول يوم نزلت فيه الماتش الودي اللي انا نزلت عليه ده. قال لي بعد كده تيجي تتمرن معانا. الكره دي برضو نصيب. فاكر اول مباراه رسميه ليك بقى مع النادي الاهلي؟ في الناشئين ولا لا فريق اول بقى بعد ما هيدوكوتي طلعك فريق اول؟ كانت ال حاجات نادرة قوي برضه حلوة قوي. أول مرة اتخذ في حياتي منتخب، فأنا صغير بقى وفرحان قوي، كتب في جرايد إن أنا هلعب منتخب. ما قالوليش. كتب في جرايد فأنا هروح منتخب الساعة كام؟ مش عارف. المهم رحت رايح بقى إيه، سألت لعيبة معانا على الساعة 10:30 تجمع. أنا رحت 8. موجود هناك من بدري. رد اتحاد الكره الساعه 8. لقيته قافل. كان التجمع في اتحاد الكره الاول. ايوه كان في اتحاد الكره. المهم رحت ماشي، قعدت اروح واجي لغايه ما بقت 10:30. عشان فرحان مش ان انا اروح منتخب مصر بقى ومبسوط وفرحان. كانت اول مباراه ليك يا كابتن حمدي هفكرك بيها، كانت الاسماعيلي في اسماعيليه 1-1. فاكر المباراه دي؟ جدع. ايوه والله العظيم هي دي. صح. صح. كانت انا كنت ناسي المباراه قبل الاخيره في الدوري، بس كنت بقى ساعتها بلعب شباك. كنت بلعب هاف قدام، ولعبوني مسكوني مين؟ امين دابو بتاع نجم الاسماعيلي. خليته غير شوط تاني بين الطايمين خارجين، راح مديني بالشلوت. الكابتن ابو جريشه راح ماسكه قال له مش بره يلا، وراح زعله كده راح ماشي. المهم ده الماتش ده فعلا انا كنت جامد قوي فيه. لعبت على دابو ما لمست كوره. عقدت وقتها. لا. اللي كمان زيه بقى وكنا بيكسبنا على طول اللي رايحين جايين. عمر عبد الله. بتاع المحله كابتن عمر عبد الله طبعا نجم كبير. بيمسك فتحي والله اربع تجوان راح جاي. لا رهيب. فقالوا لي العب عليه. المهم قالوا لي العب عليه، فانا قاعد في اوضه اللبس وقالوا انا المحاضره مش شايل هم انك هتلعب على كابتن عمر عبد الله. انا مش حاسس بيقولوا ايه. والله قاعد مش عارف، وبلعب باك ليفت مش هلعب باك رايت. مش على عدلتك كمان. هلعب بقى. المهم بلعب على عمر عبد الله. ولعبت عليه ماتش كبير قوي وكده. ففعلا بعد ما خلصت المحاضره صف عبده قال لي ايه؟ قال لي سيبك من الهيصه دي اللي قالوها ده كله. انت اول ما مرعي يمسك الكورة تجري في الكورة، تجري على الكورة انت هتلاقيه عمر عبد الله هناك. هتلاقيه يمسك مستنيك هناك. مش هتشوفه. قال لي هو قاعد تريقه عليا ومش عارف ايه. وده برضه من سبب من الاسباب اللي خلتني ما بعرفش اهاجم. لانه بيمسكوني علي خليفه الزمالك. عمر عبد الله في ال كنت بتحب تسجل عشان تسجل اهداف. ده انا عملت اجوان كتير. شوفوا شريط الخزين. ما انا عايز اكلمك بقى ده محمود لما بصالي الكوره اللي جت جون ده. انا عايز اتكلم على المباراه دي. الناس ما عرفتش مين اللي جاب الجون. اللي بصاه مين؟ اهم حاجه اللي بصاه. لما عايزين نتكلم على الماتش ده يا كابتن حمدي، فمحمود يقومني من الارض. بجري بقى هو كده وفوقت انا كرامي كان احتياطي جالي والملعب واللعيبه وقعت فيا. فالمهم قال لي ايه؟
قال لي انا قلت هيقول لي حاجه خطيره يعني. هو مش عارف قال له جم من ابو ميه ايه عشان ما تقوليش جبت اديتني ماتشات اديتني جوان. بس كان في اتفاق ما بينك وبين كابتن خطير. قال لك اول ما احط الكوره لا هو بيحطها ويرجع لورا وانت واقف ورا. اول ما يجي يحط ايده على الكوره عشان يظبطها اروح انا جاري. هو مش هيرجع. هو هيلعبها على طول. ايوه يعني كان في اتفاق. انا ماسك علي خليل. طبعا بس بصراحه يعني اقول لك الحق كانوا في التمرين بصراحه الخفيف تاني. ده في التمرين بس في المباراه دي راحت في الشبكه في الماتش جاد الحمد لله. لا كان ايام حلوه جميله. انا مره بنلعب اسماعيلي هنا والدوره جايه مننا لعب اسماعيلي وبعدين المحله مع الزمالك. لازم كان الماتش باتنين بونت. فلازم ناخد ثلاثه بونت من الثلاث ماتشات ده. ناخدهم من مين؟ اقوى فرقه. الاسماعيلي. اسماعيلي كان وقتها فريق كبير. لا 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 جامدين جامدين جامدين. واسامه خليل بلعب بقى عليه. كنت انا بلعب على اسامه خليل. وكوره ناقص ثواني والماتش يخلص. كل ما ازقها من خط النص وتطول والله غصب عني والله. تطول واحده ترقص ازق وصلت لغايه 18 ترفيعها. الخطيب بقى ايه مش يجيبها زي البني ادمين زينا شوطه كده على طول حطها بدماغه. لا ده طار من صدره خدها صدره وقام ينزل وعملها كده. فبيقول لي شفت الكره بتاعت بنيه؟ قلت له بنيه ايه يا عم؟ الحمد لله جت. محمود دلوقتي محمود فاكرها كويس قوي. على طول في اتصال ما بينك وبين الجيل بتاعك بيسالوا عنك وبيكلموك. بص عايز الحق انا هقولها لاول مره. انا من النوع اللي عندي نفس عزيزه شويه. والله العظيم الخطيب ما سابني خالص من ساعه ما حصل لي الظروف. وكان بيعمل لي كل حاجه جالي المستشفى. لاني قصع عيني. راح نايمني بيها وقعدني في احسن حته. حق ربنا لازم الواحد يقول حضرتك نجم كبير يا كابتن حمدي وتستحق كل التقدير. لا بس اقول لك على حاجه واحنا النهارده جايين يعني نرد لك جزء من الجميل بتاعك على يعني على عطائك ومسيرتك الرائعه. الحمد لله الحمد لله. وكمان جيلك كله هنا الناس كلها بتيجي تزورك كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده. انت بتقول لي كل اللي على طول هنا بقى مختار. محمد عامر. رمضان السيد. ميرا امام الشله بتاعتنا. انت تعرف بقول لك حاجه اول مره اقولها لك. بص نمر واحد كابتن خطيب مختار انا محمد عامر لغايه دلوقتي مع بعض على طول نتقابل ونروح ناكل في حته. مع بعض نقعد نروح الساحل الشمالي. مع بعض ما بنسيبش بعض. بصراحه عشره عمر. بص الخطيب بيشوف احنا كنا كان في زمان حاجه اسمها معسكرات. لا 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 والله العظيم الخطيب كان بيعمل لنا معسكر عندنا ماتش محله زمالك اسماعيلي كده عنده في الشقه. في الشقه عنده. طب ما تحكي لنا بقى قول لنا ما الشقه دي اكيد في مواقف حلوه. لا لا ده في موقف الخطيب لو عرفه لو قلت الخطيب هموتني. المهم قاعدين كنا بنروح على طول بقى عند الخطيب والله واكلين شاربين نايمين وكده معسكر. وكان بيعمل حاجه غريبه. كان وقتها النادي الاهلي ما فيش معسكرات زي دلوقتي. ما فيش يقول لك معسكر و ده الخطيب كان بيعمل حاجه غريبه. اول مره كنت اشوفها مثلا احنا خمسه سته. واحد ما كنتش بيها يلعب فينا هو اللي هيسوق العربيه. مش كلنا ننزل بالعربيات. عشان تريحوا بعض. عربيه واحده تريحوا بعض عشان العضله دي. دي تملي بتجهد من السواقه. تريحوا بعض. والله مره كنا بقى المهازل بقى بتاعت الكوره. نايمين الخطيب في العاده دي في هو مختار مواضيع وكابتن خطيب مشاوير. المهم جه قاعدين واحنا قاعدين في البيت بتاع الخطيب. قال لنا ايه ما تيجي ناكل فول وطعميه عند محمد احمد. ده مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ كابتن خطيب. كابتن خطيب ما هو اللي يقول. احنا تابعين. ومختار مشاوير. المهم ايه يلا انا قلت ايه الكلام ده يلا يلا. المهم تاني يوم عندنا منتخب الساعه 10 الصبح اجتماع اتحاد الكوره برضه. المهم رحنا رايحين عند محمد احمد وكده. فمين صاحبنا هناك؟ عادل عزيز بتاع النادي الاهلي عارفه؟ الاداري. ده كان لعيب كوره في النادي الاهلي ده. المهم جاء عنده شقه هناك وكده. اتصلنا بيه قال لنا تعالوا انا عندي شقه. اتقابلنا ورحنا رايحين له. المهم قعدنا وكده كلنا بقى لبسنا شورتات ومش عارف ايه نمنا واحنا قاعدين. فقلنا مش اشكال هنقوم اي وقت انه نمشي. قمنا الساعه 8 والساعه 10 ايه؟ منتخب اجتماع. قول لي تلحق ازاي؟
نزلنا بالشرطات كده وغيرنا في العربيه جري. اه والله العظيم كلنا كده رحنا رايحين على العربيه. طرنا من الصحراوي كده احنا مش عارفين احنا ماشيين ازاي عشان تلحقوا المعمل عشان نلحق الساعه 10. الساعه 10 يعني انا قلت 8:30 نزلنا. ساعه ونص عشان توصل.